وبدأت القصة المعجزة. في العاشر من أيار 1932 وصلت الأم إيزابيل خوري برفقة الأخت مريم عون إلى دير مرضومي ترومية، تاركة دير مر أنطونيوس جزين بعهدة الأخت أمانة. العاشر من أيار هذا لم يكن يوماً عادياً في تاريخ كنيسة لبنان. يومها تجرأت رهبانية شاخت في محبة الله على الولادة من جديد، ولادة نبوية لتعطي حبتها 30 و60 و100. راهبتان وصلتا إلى رومي وللاسم دلالة، هي الشامخة على رومو العالية التي فيها ستسمو الراهبات منجذبات إلى الرب، رافعات معهن العالم بأسره. ومنذ اليوم الأول تحول الدير الحقير الفقير إلى مدرسة للصلاة والعلم والثقافة. مدرسة تقوم على أسس ثلاث: مع يسوع الفقير نحيا فقراء لأجل الفقراء، مع يسوع البسيط نتمسك بالبساطة، مع يسوع الذي تجسد في عائلة وجعل من تلاميذه عائلة نتمسك في عيشنا معا ومع الجميع بروح العائلة. والله بيدبر. على هذه الأسس استندت الراهبات كما على صليب الرب، متجذرات في هموم البشرية انطلاقاً من لبنان، مشدودات إلى فوق، تستمطرن نعم السماء تشفعاً وتضرعاً وخدمة، تحثهن محبة المسيح ورحمته لكل خلقه. ومن غرفتين بسيطتين للتعليم حملت الراهبات حضور الرب وكلمته إلى أكثر من 40 مركزاً رسولياً في لبنان والعالم، وكبر دير مرضومت. ونمت رسالته التربوية. وكما بدأت هذه الرسالة رائدة في برامجها والمناهج، هي اليوم سباقة في التطور والتكنولوجيا. وتربية الإنسان بالقامة والنعمة والحكمة، مع الحفاظ على الجذور والتراث والاهتمام بكل طفل وتلميذ حسب حاجاته الخاصة. منذ طفولته ومراهقته لينطلق نحو الحياة الأوسع. تأصل اسمها فكراً وثقافة، ولمع تلاميذتها تفوقاً وأبداعاً، وكان لابد من إكمال المسيرة. فبعد تشييد مبنى الصغار سنة 1996 بقي الدور السفلي متروكاً مهملاً تملأه المياه، يئن منتظراً من يلبسه حلة تليق بعرس الفكر وتجعل منه محجة لامعة للثقافة. لكن مع أن العين كانت بصيرة فيد المدرسة كانت قصيرة، تعجز وحدها عن مشروع كهذا. وكان أن أتى العون سنة 2013 على يد الأستاذ لويس أبي حبيب رئيس بلدية رومية. عرف هذا الرؤيوي محب الثقافة
أنه إن وضع يده بيد الراهبات يستطيع أن ينقل اسم رومي من مرادف لسجن مشؤوم إلى عاصمة للعلم والثقافة. وعرف الأستاذ لويس أن صاره الأستاذ سعيد خلف وعائلته هم رواد في خدمة المجتمع. رآهم يشيدون الملاعب الرياضية ليؤمنوا للجيل الصاعد مساحات للترفيه والنمو السليم، فأراد بالاتفاق مع مجموعة شركات سيتراكو انترناشنال التابعة للأستاذ سعيد خلف أن يقدم له مفاجأة تكون على مستوى محبته للناس وللثقافة، عبر المساعدة في إنجاز مسرح يحمل إلى جانب اسم الراهبات الأنطونيات اسم الشاب نديم خلف الذي ترك رومي والدنيا باكرا. نديم الذي ولد في رومي وفيها ترعرع لم يحصل على فرصته لترك بصمة تخلد ذكراه في القرية التي أحب، هو الذي في هذه الأمكنة لعب وصادق وحلم بتحقيق مشاريع ترفع اسم المنطقة الحبيبة، لم يستطع تحقيق حلمه. لكن الموت عندنا ليس نهاية، وما نعجز عنه أحياء نكمله بقدرة إلهية بواسطة من نحب. وهكذا قدم الرئيس لويس إلى جانب المال خبرة العالم العارف وخبرات أفضل المهندسين والمنفذين، الأستاذ ميشيل حمصي للتصميم المبدع والإشراف الدقيق، والأستاذ جورج صقر للتنفيذ المتقن في كل التفاصيل، حتى جاء المبنى تحفة فنية تفخر فيها رومي والمنطقة والوطن. لم تكن المهمة سهلة، فقد كانت محكومة ببناء وجد ليكون مسرح مدرسة بسيط فيما أردناه مع المصمم والمنفذ على مستوى وطني رفيع. أول التحديات كانت في إيجاد حل جذري لمشكلة المياه التي كانت تملأ الأرض فتصل أيام الشتاء إلى حوالي المتر، فكان أن حفرت الأرض إلى أدنى مستوى لها لنكتشف المفاجأة. ليست المشكلة في تسرب مياه التلة المحاذية للمبنى، بل في الأرض نبع ماء متدفق، إنها نبعة الأم إيزابيل التي نعمل اليوم على ملف قدستها. والمبنى يقع على مستوى 12 متراً تحت الطريق، فبرزت مشكلة مزدوجة، كيف نجد حلاً لدخول ذوي الحاجات الخاصة وخروجهم؟ وقد أرادت الإدارة أن يكونوا أول من يحق لهم الإفادة من هذا الصرح. وكيف نجعل من هذا المدى الطويل المنخفض مدخلاً رحباً يعكس جمال ما نريد؟ فكان أن سخرت التكنولوجيا الحديثة لحل المشكلة الأولى، فاستخدمت حاملة الكراسي المدولبة. إضافة إلى الأرض المائلة والحمامات المدروسة لحاجاتهم الخاصة. وأبدع المصمم ميشيل الحمصي في مزج الخشب مع المرايا والأضواء وتوحيد الأرض مع الجدران العالية، وكأنه في سيمفونية تمجد خالق السماوات والأرض. ولتخفيف تأثير الصدى وإبراز جمال الضوء ولمنع قوة الرطوبة وتأمين التدفئة والتبريد على مساحة بهذا الاتساع، كانت الدراسات العلمية والتقنية التي أخذت بالاعتبار التطور التكنولوجي السريع الذي لا يتوقف، وكان التنفيذ الذي وعى أهمية تطويع كل البنى التحتية لتتلائم مع كل ذلك. فأتى السقف المستعار متماوجاً يحمل الزائرة إلى عمق بحار العلم والجمال، وينقل الصوت نقياً هادئاً ليعطي الكلمة والنغمة حقها. وحقق جمال الخشب كل ما هو مطلوب منه، فأطفى روعة على البساطة المطلوبة، فجعل الداخل يشعر وكأنه في غابة أرز ولدت بين بحر وسماء. لكي نجعل من خشبة المسرح عالماً جذاباً، كانت الستائر الأرجوانية حامية لرحابة ما ينتظر الزوار من مفاجآت الفكر على اتساع أكثر من 300 متر مربع تتحضر في كواليس وسع مساحة الصالة بأكملها.
فهل انتهت مسيرة الراهبات الأنطونيات للتطور والرسالة في دير مرضومة وثانويته؟ حاشا، فالثانوية إلى الأمام. وقد ابتدأ مشروع تشييد البناء الجديد للصفوف الابتدائية ليلائم ما تستحقه أجيالنا لاستقبال غد ترتسم معالمه تكنولوجياً وتقنيات فيكونون من المجلين، لتكون الطلة العلمية متكاتفة مع الوهج الثقافي تعكس جمال بيئة رومية المقدسة، والمركز الرياضي الرائد المزمع بناؤه حيث ملعب المدرسة لا يزال ينتظر من يهب ليساعد في ولادته من رحم الأرض ويجعله يرى النور ليكون متنفساً للمنطقة بكاملها. واليد ممدودة لمن يريد المساعدة على ما فعل الرئيس لويس والخير سعيد خلف. فبغض النظر عن تألق الثانوية وطموح الخطط المرسومة لها، لما كان ما نحتفل به اليوم ممكناً لولا رؤية الرؤيويين المؤمنين بمؤسسات لبنان أفضل وسخائهم. ونلتقي لتدشين جديد لدير مرمم ومدرسة رائدة ومجمع رياضي نحلم به، ودائماً إلى العمر.